اتفضل يا حبيبي. تسلم يا زينة. حبيبي. بسم الله. يا سلام. بن جميل. ايوه. صدقت يا غالي. كل كلمة قلتها لك يا عمتي عملتها، والمال رجع لأصله وأصل الأرض اللي سابها جد عبد الجواد، والفلوس اللي ما دخلهاش قرش حرام، والباقي مالوش عايزاه. آه يا مروان، ريحت قلبي، طمنتني على بكرة وعلى العيال. أنا عارفة إنك تعبان وقلبك واجعك على شبرية ورمية كريمة في السجن، شغلة بالك. بس اسمع مني، مفيش حاجة ما بيتدفعش تمنها يا مروان، الكبيرة والصغيرة، واللي بيدفع اللي عليه أول بأول بيرتاح، بدل ما يبقى شايل الحمل تقيل على كتفه مش عارف هيعمل فيه إيه. شاهدتي كلمتني بتقول إن ماما عندها جلسة. طب وجبرية؟ ما هي المشكلة في جبرية، اعترفت إن هي اللي قتلت، بس شاهد بتقول إن هي هتحاول تطلعها من السجن. بقولك يا مروان، نعم، ما تيجي نتمشى شوية؟ طبعا، تفضلي. يلا بينا. عن إذنك يا عمتي. تفضل. هبابة ورجع لك يا عمتي. يا رب استرها معانا يا رب. لما مروان قال لي الكلام ده حسيت إني ارتحت، قلت له أنا معاك حتى لو فيها موتي. بعد الشر عليك. الشر إننا كنا نفضل زي ما إحنا، الشر إننا خلطنا الحلال بالحرام يا ريتال. حسن، أنا عايزاك تبقى جنب مروان وما تسيبهوش، وتبقى في ظهره وتحسسه إن أنت معاه. تضحك على إيه؟ لما بسمع منك الكلام ده بحس إني بحلم. تصدق إنك غلس بجد؟ أزل معاكي، أخبار الواد إيه؟ أنت بتسأل يعني؟ كويسة. أنا ما بسألش عشان عارف إنه تعب حمل. إيه يعني تعب حمل؟ ما أنا عايزاك تسأل عليا كل شوية. ما أنت غريبة قوي، أول مرة تحدل إياه. أول مرة. عايزاك تدلعني يا أخي، في إيه؟ حاضر، العندي قبل العندي. وبعدين؟ كنت بخبي الرواية جوه كتاب المدرسة عشان أعرف أقراها وماما ما تاخدش بالها. نشأت الحيلة دي؟ في الأول ماما كانت مبسوطة، كل ما بتدخل تلاقي زينب ماسكة الكتاب وبتذاكر. بعد كده كريمة أخدت بالها إن أنا ماسكة طول الوقت نفس الكتاب ما بغيروش، راحت داخلة عليا فجأة وأخدت مني الكتاب، لقت جواها الرواية. كانت رواية إيه يا زينب؟ حلم ليلة صيف. يا سلام، ويليام شكسبير. أنا بحب الرواية دي قوي. أهو مروان طول عمره كده، واجع دماغنا شعري وروايات. أنتوا عارفين أنا كنت مسمية زينب إيه وهي صغيرة؟ إيه؟ العسكري. في عسكري حلو كده؟ كانت وهي صغيرة على طول مكشرة كده، ويا سلام بقى لو جبت قلم روج ولا علبة مكياج كانت بتقلبها لي مناحة وتقعد تقول لي إن أنا مش هفلح خالص. أديني فلحت يا أختي. أنا ما صدق شيء، كلام زينب طول عمرها شهد مكرر. نجيب ليمون ولا إيه؟ سيبك منهم يا زينب، تعالي. إيه ده؟ وراهم. قلبي كان بيقول لي إني هشوفكم النهاردة. وحشتيني يا أم. أنت كمان يا حسن، توحشتك قوي قوي حبيبي. طول عمرك يا أم تحبي أكتر مني. أيوة هنكدب أهو. طب أمك بلسانها قالت إنك البكري وإنك في حتة كده في قلبها محدش يقدر يوصلها غيرك. أنتوا الاتنين في قلبي. مروان اللي بالك من أخوك، وحد يأذيه ولا يقرب له؟ حد يقدر يا أم؟ ده ناكله بسناني. ربنا يخليكم لبعض. بقول لك ايه يا مروان، انت وحسن خلوا بالكم يا حبايبي، اللي في قلبه نار بتحرقه قبل ما تحرق اللي حواليه، واللي عاوز يكسب محبة الناس يمد لهم يد ويفتح قلبه ويشوف اللي قدامه ماله وجعه ايه. الكلمة الطيبة صدقة. ريتال دي والله ست بنية راجل، بس لو حبتك يا سلام تديك عينيها وتحبك لآخر يوم في عمرها.
وزينب كمان يا مروان ما فيش زيها ابدا. انت لو دخلت صح قلبها هتشوف هنا الدنيا، هتشوف هنا الدنيا كله. مالك يا ماما تعبانه؟ لا يا حبيبي اشوفكم واتعب لا، بس افتكروا كلامي اوعوا تفارقوا بعض، سامعين؟ انا زعلانه واخد على خاطري قوي يا جبريل. ليه بس يا كريم؟ يعني العيال يجوا يطلوا عليك وما يفكروش يسالوا عني؟ طب اسمع اللي هقوله لك. اسمع ايه بس؟ وزعلانه منك اكتر. كان المفروض تقولوا لهم اسالوا على مرات عمكم، مش هم برضه جواز بناتي؟ وبعدين حسن ده انا ما بعتبرهوش جوز بنتي، انا بعتبره ابني اللي ما خلفتهوش. ومروان ابو حفيدي. اسمع اللي هقوله لك. مش عايزه اسمع حاجه، سيبيني في حالي. طب تعالي 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 اقعدي. جيت عايزه ايه؟ انا حاسه ان يومي جرب. ايه؟ حاسه ان يومي جرب. ده انت هتقعدي جنبي لغايه لما تخليلي، هتعششي كده اهو. امال انا يعني هتخانق مع مين وهجر شكل مين؟ انا ما ينفعش اعيش من غير ما اجر شكلي واجر شكلك، يمكن انا اللي هيجرى لي حاجه. بعد الشر عليكي. طب اقول لك حاجه بقى، وانت نايمه ببقى عايزه اصحيكي عشان اخنقك وامسكك من زمارة رقبتك، واول ما بتصحي افطر انا وانت واشرب القهوه وانسى ان انا كنت عايزه اعمل كده. اقول لك على حاجه، انت بقيتي تنسي وانا ما عايزاش اقول لك. ايه؟ بقول لك ايه يا كريمه؟ قولي. سامحيني، انا عاوزه اموت وانا مرتاحه. مش هسامحك يا جبريه، عشان روحك تفضل متعلقه في الدنيا كده وقافشه فيها. امال ايه؟ اسامحك عشان تفيصي مني؟ وماله؟ عشان انت تقعدي في الدنيا دي بدالي، تلم عيالنا حواليكي وتخليهم يتعلموا يقفوا كتف بكتف. هم عيالك يا اختي بيسمعوا كلام حد غيري؟ طب اقول لك على سر، مروه كان بيقول لي يما كريمه، ومره قال لي ياما جبرية، قال لي ما تزعليش. قلت له معلش يا حبيبي. قال لي أصلا أنا اتوحشت أمي قوي ونفسي تسامحني وترضى عني. حبيبي عارفة كان طول عمره حنين. يا خوفي يا جبرية، لحسن أموت قبل منك وأنت تقعدي وتكوشي كل حاجة في حجرك.